قال انك كرسي كان بروح المدرسه. قال لي ايه بيروح. وديك هذول الحلوات ما عاد يمشي على الزفت. جبت الكرسي وجاي من السياره من كتر ما انبسط ما نطرني له وصل لعنده. جبر القلوب هو برنامج بيوجه رساله لكل العالم بتشوفنا على السوشيال ميديا للمعاناة اللي عم يعيشها الشعب السوري على طيل سنوات التهجير الماضية. بصراحة ما هو برنامج تقديم مساعدة بشكل تقليدي، ما هو برنامج تقديم حاجة لإنسان بشكل روتيني، لا أبدا، هو برنامج بيسلط الضوء على وجع وبيداوي بشكل فوري. هلا راح نطلع معاكم ونشوف ونعيش التفاصيل خطوة بخطوة إن شاء الله وتعالى، وبتشوفوا جبر القلوب بعين سوريا. ليه طب غبرة ومسحها؟ لا هي غبرة، هي أخي أنا حاطة النور. اليوم وصلتنا حالة جبر القلوب من إدارة الحالة عنا في فريق الاستجابة الطارئة. طبعا الحالة لمسنة تعيش في غرفة درج في قبو أرضي في أدنى مقيمات الحياة. راح نطلع اليوم لعندها نعملها مفاجأة في نقلها إلى وحدة سكنية جديدة بالإضافة لتجهيز الوحدة السكنية بالإضافة لرعاية طبية، وإن شاء الله راح نعملها فرحة بإذن الله تليق بالمعاناة اللي عم تعيشها الحالة الخالي اليوم. اللباس اللي احنا نلبسه، هلا انا بلبس دائما حتى ما بين اني عامل في المجال الخيري او في المنظمات او في حتى الناس لما بروح لعندها ويصير فيناتنا نقاش ما بتعرفني بصراحه انه انا جاي لحتى اقدم لهم خدمه معينه، حتى نعيش الحاله اللي احنا عايشينها بدون تصنع. بسم الله. عايشة في قبو، ريحة جدا صعبة، رطوبة، ما عندها أي شيء، لا غذاء ولا دواء، بتعاني من عدة أمراض مزمنة. وصلنا خبر لإلها من شوي، مناشدة، وتحركنا بشكل فوري، هي ما بتعرف إلا عنا شيء نهائيا. أنا زين، خليك هون. عايشة هون لوحدك؟ ليه؟ إيه؟ نروح نجيب دواء، نجيب اكل واغراض. تفضلي معنا، نجيب دواء، يلا نجيب دواء ونرجع. تفضلي معي، يلا الطريق. بحكي معك على هذا الشرف، افتح نت. تاكل خبز ومي وملح فقط لا غير. حمزه جهزت الشقه، الفرش، الادوات الكهربائيه، المي كله جاهز. نحن على الطريق ان شاء الله، الحاجه جايه معنا هلا، الاولاد مشان يستقبلوها، خاخات الثلج، يعني بدنا هيك نفرح قلبها. الله يكرمك. يلا 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 طينها، يلا 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 يا خالتي اجرك، يلا يلا بعده. ايه اذنك ساعدي التيتا، ساعديها يلا يلا. لا 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 لهون يا خالي لهون. عرفانة شو هذا؟ هذا بيتك ومطرحك. يلا